مساء الخير. في بداية حلقة اليوم نتقدم بخالص تعزينا للكابتن هاني رمزي في وفاة والدته، ربنا يلهمه الصبر والسلوان. قبل ما اتكلم عن موضوعات اليوم، بطلب من كل الأهلوية اللي بيشجعوني دايما وبيحطوا لي كومنتس حلوه قوي، دايما بتخليني اشتغل اكتر واحاول ان انا دايما اكون عند حسن ظنكم، يا ريت يا جماعه نعمل لايك وشير للفيديو، لان ليتلي للاسف اليوتيوب بقى بيحذف عدد كبير جدا من المتابعين. انا مش عارفه هل المتابعين اللي مش متفاعلين ولا بناء على ايه بيتم حذفهم، فبالتالي الفيديو ما بقاش بيوصل للكم المطلوب. فاللايك والشير هتخلي الفيديو يوصل لاكبر كم ممكن من الاهلاويه، ودائما وابدا احنا مستمرين بدعمكم. طيب اول خبر معانا هو خبر كان امبارح في الحقيقه، بس فرحني جدا، وهو رفع مصر من القائمه الحمراء. خرجت من ريد زون وبقت في اليلو زون، فبالتالي صلاح والنني ان شاء الله هيبقى دلوقتي مفيش مشكله خالص في تواجدهم مع منتخب مصر. طيب مباراه السوبر ما بين الاهلي وطلائع الجيش هتكون بتعليق الكاشف والكواليني. هتتفرج على الماتش بتعليق مين؟ انا من وجهه نظري، او انا يعني بميل شويه للكاشف. انتوا بقى هتتفرجوا على الماتش بتعليق مين؟ هستنى في الكومنتس بتاعتكم عشان اعرف اكتر عن كل الناس اللي بتتابعني، انتوا بتحبوا ايه. من ضمن الحاجات الجميله قوي برضو اللي عجبتني امبارح، شفت بوست كده يدل على قد ايه النادي الاهلي نادي عظيم ونادي كبير، ومهما يحاولوا ويقولوا ويطلعوا كلام واشاعات، والله الاهلي هيفضل باقي باذن الله. الناس بتخرج من النادي الاهلي سواء خلاص انتقلت لنادي تاني على سبيل بيع او على سبيل اعاره، الناس بتطلع، لعيبه بتطلع، بتفضل متعلقه بالنادي الاهلي وبحب النادي الاهلي، على عكس الانديه الاخرى اللي احنا بنضرب بعض بالاباييب وبنعمل فضايح. امبارح اليو بادجي حط صوره للاعب المعار، طبعا لاعب النادي الاهلي المعار، حط صورته مع بنته لابسه تيشرت النادي الاهلي، وكاتب الكابشن بتاع الصوره كان حلو قوي، كاتب ذا موست بريشس thing in life، يعني الاغلى او اغلى شيء او اثمن شيء في حياته بنته بي تي شيرت النادي الاهلي. واحنا كمان بنقول لك احنا مستنيينك ترجع احسن من الاول ان شاء الله، وتثبت حالك ويكون ليك دور في الفتره الجايه مع النادي الاهلي. طيب فرج عامر طلع قال ان في عنده صفقه سوبر من العيار التقيل امبارح، واليوم طلع علينا فرج عامر في مؤتمر وطلعت الصفقة السوبر هي محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة. والناس طبعا الكومنتس كانت كتيرة عمالة بقى بتقولك داني ألفيس ده ولا ايه يا جماعة، وبيسفوا عليه ومش عارف ايه، ولكن ما بين السطور ان نادي الزمالك كان بيفاوض محمد عبد العاطي، فبالتالي ان سموحة يخطف اللاعب بالنسبة له دي صفقة سوبر. إيهاب توفيتا على خطى تكيس جونياس وعلى خطى كل مسؤولي نادي الطموح برضو بيعلي عن نادي الأهلي وبيغالي جدا في مطالبه، بيقول لك برضو نفس الكلام، متمسكين بصفقة الدبيس كريم الدبيس، وعمالين برضو بيحاولوا يعرقلوا صفقة النادي الأهلي علشان يخطفوا اللاعب. فعايز أقول لك يا تفويتة انت كده كده سقطت من نظرنا، وإحنا أساسا مش شايفينك. من ضمن اخبار النادي الاهلي الحلوه جدا على صعيد تنس الطاوله، هنا جوده المعجزه تفوز على بطلتي البرتغال واسبانيا تحت 15 سنه وتتاهل لدور ربع النهائي في بطوله البرتغال الدوليه. البنت دي هتبقى باذن الله هتكتب اسمها بحروف من ذهب، وهتشرف مصر اكتر واكتر، وهتشرف النادي الاهلي لما هي في السن ده وعامله الارقام الحلوه دي. تخيلوا بقى لما تكبر شويه ان شاء الله هترفع اسم النادي الاهلي عاليا اكثر واكثر. طيب بن شرقي والزمالك، موضوع انا كلمتكم فيه من زمان جدا 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 من شهور، وقلت لكم ساسي الاول وبن شرقي الثاني من زمان جدا، من قبل ما يبقى فيه اي قلق. ورجعت من حوالي اسبوع قلت لكم نفس الكلام، ان بن شرقي حاطط شرط جزائي بيغالي جدا في طلباته، ونادي الزمالك وافق، معرفش هو وافق بناء على ايه او هيجيب الفلوس منين، ولكن الشرط الجزائي والموضوع اللي هو بيحطه لهم عراقيل، يعني ده من الاخر هو بيعمل كده عشان عايز يسيب الزمالك. يطلع علينا بقى فطوطه يقول لنا ايه؟ يقول لك ان هناك ناديين في مصر، من الاخر في اتنين، في ناديين في مصر بيلعبوا في دماغ بن شرقي وبيغروه بالمال علشان يفضل يعمل شروط تعجيزيه ويمشي من نادي الزمالك. عايز اقول لك ان اصلا النادي الاهلي ما بيفوتش بن شرقي،
عشان بس انت واتش ايه يعني الغندوريات بتاعتك النهارده ما بتضحكش بصراحه، يعني دي كده هبت منك على الاخير. طيب النادي الاهلي ما فوتش بن شرقي، النادي الاهلي عادي ما عندوش مشكله، ده اللي انا سمعته انه هو يبقى عنده اي لاعب حر ايا كان هو كان بيلعب فين، تعالى لي لاعب حر وانا ما عنديش مشكله ان انا ابتدي ابص واشوف هل انا محتاجك ولا لا، لكن تكون على ذمه نادي تاني وانا فاوض هو مش هيبقى فيه مفاوضات مع نادي الزمالك. فبالتالي النادي الاهلي ما فاوضش بن شرقي اساسا، لاعب هو اللي بيحاول يرمي بياضه كده عشان يشوف نادي الاهلي هياخده ولا لا، نظرا للي هو شايفه الراجل بقاله قد ايه في مصر وقاعد وشايف، فبالتالي اكيد مصلحته تقتضي ان هو يبقى في نادي الاهلي مش في الطموح، لان نادي الطموح هو طموح كلام. استوقفني حاجة مهمة جدا او بوست مهم جدا جدا، وبرضو هرجع واقول لكم المعنى في بطن الشاعر عشان بس ايه مش عايزين اذية. في نادي اللي هو نادي فيوتشر عمل اعلان، شخص ما بدون ذكر اسماء شخص ما نزل البوست ده بيقول ايه، بيقول عايزين 50 ولد يكونوا بيحبوا الكرة ويكونوا ياريت لو يكونوا متفرغين هيحضروا معايا 30 ماتش بعضوية لنادي فيوتشر الجديد، والباص بيوديك وبيتحرك من سرايا القبة، والماتش بمية جنيه، الماتش بمية جنيه. الشغل ده انتوا عارفينه ولا لا؟ اكيد انتوا كلكم عارفينه. ولازم يبقى معاك بطاقة لان انت هيتعمل لك عضوية، واكيد هتحضر معايا طول الموسم علشان انا عملت لك عضوية، فبالتالي الناس هتكون ثابتة معايا طول الموسم. انا مش هعلق على الخبر وهسيبكوا انتوا ليكوا مطلق حرية الفهم والتعبير. طيب مجاهد اللي قالك احنا عندنا احسن حكام في مصر ومش هنجيب حكام اجانب اليوم بفضيحة تتوالى فضائح، للأسف اسم مصر اللي كان في إفريقيا يعني ده مصر يا جماعة، الريادة في كرة القدم، للأسف مع هاني مع مجاهد وبوريدة احنا بننزل بالماينس، بقينا بالماينس. استبعاد حكام مصر من مونديال لعدم الكفاءة، تخيلوا لما يستبعدوا كل الحكام بتوعنا من المونديال علشان ما عندهمش كفاءة. وعجبي مع مجاهد وبوريدة لسه هنشوف وهنشوف. اللي وصفوا الأهلي بأنصاف القيادات هم نفسهم اللي طلعوا دلوقتي وقالك الأهلي معاه فلوس وبيشيدوا بنظامه وإدارته، نادي الأهلي معاه فلوس علشان عنده إدارة وعنده نظام. واللي قعدوا يقولك رجعوا الساعات هم دلوقتي اللي هم لابسين برقع رجالة وستات وبيداروا علشان السف عليهم للركب على كل السوشيال ميديا. يا جماعة لبيب افصلوا عنه النت بجد، يعني حاولوا تفصلوا النت عن لبيب، لان اكتر من كده لبيب هيطلع يقول هم خدوا الدوري ازاي، اقسم بالله ده خلاص نيكست ستيب، لبيب هيطلع يقولك احنا خدنا الدوري ازاي، فياريت تفصلوا النت عن لبيب. فضائح مدوية، وتركي آل الشيخ يرد بعد تصريحات لبيب، اشترى نادي وبيصرف على التاني، تعالوا نسمع حسين لبيب قال ايه ونرجع نعلق عليه. البوتيكات ما بتدفعش يعني نسبة عالية يا استاذ عمرو، والنسبة الاخرى يعني انت عايز تقول لي ان نادي الزمالك ده في السنين اللي فاتت دي لا كان بياخد فلوس بوتيكات ولا كان عنده ايرادات، امال كنا عايشين ازاي؟ لا كان في برضو يعني احنا جه فتره كان الشيخ تركي آل الشيخ دفع مبالغ كويسه للنادي، وفي نفس الوقت احنا كنا عايشين بفلوس تركي آل الشيخ، يعني فتره ما كانوا عايشين بهذه الاموال. طبعا. وبعدين هو كان دافع مثلا جراس وبعض اللاعبين اللي نادي الزمالك اخذهم كان بيدفع. اللي انا برضو بطمئن بيه برضو زي ما سمعتوا كده مداخلة حسين لبيب مع الإعلامي اللي برضو دون ذكر اسمه، قال لك والنبي يا عم الحاج برع لنا بأي حاجة وانت برنامج كبير والناس بتشوفك، فبرعوا لنا كده برع ولو بجنيه، عارفين بقى برامج تنويه عن المفقودين والتبرعات دي، والله العظيم يعني بجد أنا صعبان عليا جدا ما وصل إليه نادي الزمالك. وفي أول ريبلاي من تركي آل الشيخ اللي طبعا اسمه اتذكر قال لقد اطلعت على بعض التصريحات التي خرجت اليوم وتم ذكر اسمي فيها، وأحببت أن أوضح أن كل ما دفع من أموال في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني مصر
كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين. أرجو عدم زج اسمي في أي موضوع. صفحة استثماري الرياضي في مصر الحبيبة انتهت منذ سنوات ولا يوجد فيها أي منة أو فضل مني، بل كان استثمار ودعم من محبة لمصر وقيادتها وشعبها وبلا بلا بلا، ما علينا من بقية الكلام مش مهم. طيب، فده كان أول رد من تركي آل الشيخ على تصريحات حسين لبيب، اللي هو برضو زي ما بقول لكم كده يا جدعان، حد يفصل النت على حسين لبيب لحسن والله العظيم. انا مش عارفه هو جراله ايه، عمال شغال كده، يعني الخطوه الجايه هتبقى فضيحه مدويه. طيب، طلع الاخ اللي برضو انا ما بقى فيه كده ناس انا ما بحبش اقول اسمها على لساني، هو اعلامي وانتوا عارفينه، يعني انتوا عارفينه بنضاره كده، واخ اعلامي جميل كده من الناس اللي برضو ماسكه الطبله، وانا مش هينول شرف ان انا اقول اسمه اصلا عندي في البرنامج. طلع قال ايه، بيكلم تركي آل الشيخ بيقول في وعد عند الناس التانية منك يا ابو ناصر، واللي استقبلوك استقبال الفاتحين، لما تيجي تعمل ملعب تعمل للناس اللي وقفت جنبك ولا للاهلي؟ ده سؤال. اللي استقبلوه استقبال الفاتحين عشان هم ضايعين، ده مبدئيا. طيب، والنادي الاهلي مش مستني حد يعمل له ملاعب يا عم، ما علينا. ريبلاي بقى بتاع تركي آل الشيخ، يعني والله العظيم بتهينوا نفسكم اهانه غير طبيعيه. رد عليه وقال له: هل قدمت شيئا او ام لم اقدم؟ وحق استقبال جمهور كان جروس والنجاز وفرجاني ودعم صفقه بوطيب، وانا مش جمعيه خيريه يا اخي الكريم. يا لهوي على الكسفه، يا كسفتك يا رضا. يا جماعة، انتوا بجد ازاي بتعيشوا بعد الكسفات اللي بتاخدوها دي؟ ولن ادعم بعد اليوم الا الفريق اللي بشجعه. مبدئيا الف الف شكرا ليك، وشكرا على الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده. احنا كنادي اهلي مش مستنيين الدعم من اي حد، دعم النادي الاهلي دائما وابدا بيبقى هو وقوف جماهيره خلفه. طيب، انتوا تخيلوا كده لما الرد ده جه يعني على السوشيال ميديا والناس كلها عملت له عادي ريتويت والناس نزلته على الفيسبوك، تخيل فضحته. انت كاعلامي، كناقد رياضي، كصحفي، وات ايفر انت بقى ايه التايتل بتاعك، ايه هتطلع تكلم الناس ازاي؟ راجل قالك انا مش جماعه خيريه. يا جماعه تلموا شويه، يا جماعه كسفوا على دمكم شويه. عيب، عيب ده نادي الزمالك، عيب ده نادي الزمالك. يعني مهما كان انتوا اللي بتخسفوا بيه الارض، وزي ما هو قال بالظبط ان الهدم من داخل نادي الزمالك، احنا ملناش دعوه، احنا بس بنلقي الضوء على الكوارث والجرائم اللي بتحصل عشان تلحقوا حالكم قبل ما نادي الزمالك بجد نشوفه نازل دوري درجه تانية. ثانك يو.